ثبت رياح قوية مثيرة للأتربة ورياح رعدية قوية في العديد من مناطق المغرب اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، مما تسبب في سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، فقد تراوحت سرعة الرياح ما بين 80 و100 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق، مما أدى إلى انعدام الرؤية على الطرق السريعة وصعوبة الطيران. وفي الدار البيضاء سقطت شجرة على شارع موديبو كيتا، مما تسبب في إعاقة حركة المرور، كما انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تستمر الرياح القوية حتى وقت متأخر من المساء. وبحسب مصادر، فإن الرياح القوية هي نتيجة عاصفة تعرف باسم منخفض برنارد، والتي تضرب أجزاء من فرنسا وإسبانيا والبرتغال في نفس الوقت. ومن المتوقع أن تجلب هذه العاصفة أمطارا غزيرة وعواصف قوية عبر ساحل المحيط الأطلسي بأكمله. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.